داهمونا برمضان، عرفت علي؟ كنا انا جوزي واولادي عذبونا، خوفونا، رعبونا، اخر شيء سحبوا جوزي طلعوا لبرا حرقوا. يعني شو بدي اقول لك؟ يعني يعملوا كل شغله، يعني كل شيء ببالهم يخطر على بالهم يعني يعملوا، ما بيخافوا لا على اولاد ولا على مره ولا خافوا على شيء. في حاجز هناك يبين عليك المخيم من فوق كامل. 15 دقيقه صرنا نتحرك. ها خلنا على ابو الحصيبه عاوز قاعد. احنا هون جو رمضان، يعني اذا طلعنا احنا حصدنا بالشمس وتعبنا وجبنا مصاري للسحور والفطور، طعمينا اولادنا اكلنا، ما طلعنا اشتغلنا بالشمس وبالحر ما بناكلش ولا احنا ولا اولادنا. يريدون أن يطفوا نور القلم في تعز، يريدون أن يطفوا وهج المقاومة في تعز. ارتفاع المشاقات النفطية ببنط واحد خارج الحصار يزيد علينا 10 أضعاف. كان الاستهداف بشكل مباشر مما أدى إلى أعطال كبيرة داخل المحطة باستهداف جميع المعدات من محولات وخزانة وقود ومولدات. Thank you.
ماكو. طبعا هسا تقبض هسا موقوف، لكن في ناس كان بدر كان زرع اكسب بدر من في جورو تومن يا سان كده عنده مزرعه توتو وبيسيلو زول وبيغاتو بيجاتو بيلناس، لكن تقبض كمان. في خطتنا زراعة 20 مليون شجرة خلال 10 سنوات. الآن لدينا تحدي كبير يتمثل في تجارة الفحم التي أصبحت أحد العوامل المدمرة لغاباتنا في جنوب السودان. معاناة 30 سنة من السمنة، طقيت بيبان كثير من الحمية، عملت عملية شق دهون قديمة فشلت. بالنسبة حق الوزن اللي كنت أنا عليه، حياتي تكاد تكون معدومة، كأن عمود متثبت بمكان لا يمكن أن يتحرك إلا بمساعدة أو أحد يشيله. المضاعفات الجراحية أنا أطمنهم أقول لهم ترى النسبة أقل من 1%. المضاعفات اللي تحصل في الأشهر اللي بعد العملية تعتمد عليكم أنتم يا مرضى والتزامكم بتعليمات الأطباء. Thank you.
Jer uključujemo Nije brate loše da ne može gori Opet niko nije kriv Sácalo, bro.